صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. صباح النور. حبلش مع استاذ احمد، بس هيك بتلخيص سريع، شو هو الجي بي اس؟ يعني شو الهدف من استعمال الجلوبال بوزيشننج ساتلايت؟ اوكي، الجي بي اس هو اختصار لجلوبال بوزيشننج ساتلايت سيستم، مثل ما قلت، اللي هو نظام تحديد المواقع بشكل متوفر بكل العالم. الجي بي اس بيعتمد على شبكه من الاقمار الاصطناعيه موجوده حول الارض. هو سيستم فري للعالم كلياته، مش بحاجة لاشتراك، مش بحاجة لأي مصاريف، إلا طبعا يكون عندك الريسيفر تبعه. الجي بي اس بيسمح لك تحديد مكانك، وين ما كنت على الأرض. تحديد المكان هو أول خطوة لتستعمل السيرفيس. اللي بدك إياه كمان هو الخرائط، المابس، اللي تحدد لك أنت وين على الخريطة، واللي بتسمح لك تقدر تعمل سيرش على شارع أو على منطقة أو على مثلا نقطة بتهمك، مثل أوتيل أو مطعم أو ما شابه. فنحن بشركة أوراين أول شركة بلبنان منفوت بهالمجال ومتعمق بهالمجال، ومن لبنان توسعنا لنبلش فوت على العالم العربي كمان بهالمجال. نحن بلشنا بال 2005 بلبنان، عملنا خريطة لبنان كاملة، كل المناطق اللبنانية عملنا مسح شامل بيشمل نقاط بتهم أي شخص، من مطعم لأوتيل لصيدلية لمدرسة لأي نقطة ممكن تهم الأشخاص. اضطرينا نتعمق بالبحث الزيادة، لأنه بلبنان تعرف ما عنا addressing system، ما فيك تقول لشخص خدني على 25 شارع الحمراء، مش موجود هالشي. فالطريقة اللي بدلوا بعض فيها بلبنان بتقول له أنا بيتي بالحمراء بوجه المطعم الفلاني فوق الصيدلية الفلانية. مزبوط. فحطينا المطعم الفلاني والصيدلية الفلانية بالخرائط لحتى يكونوا user friendly ويكون نستعمله. وهذا بالضبط اللي عملناه والحمد لله نجحنا فيه. طيب دكتور غسان، سؤال كثير بديهي، لما بنسمع كلمة جي بي اس بلبنان كثير عالم بيسألوا انه في جي بي اس بلبنان ببلاش، ليش نحن صرنا على خريطة الجي بي اس؟ دائما يعني بقول لهم ولو ما استعملوا مثلا في اشتروا جي بي اس، ليش في جي بي اس بلبنان؟ فكيف فينا نجاوب على هالسؤال هذا؟ الجي بي اس هو نظام موجود عالميا، حتى بنص الصحراء او بنص البحر. الواحد المهم انه يكون معه الجهاز حتى يلقط من الساتلايتس، لانه هو عباره عن مجموعه ساتلايتس عم بيدوروا حول الارض بطريقه منتظمه. فممكن نلقط نحن السيجنال تبع الجي بي اس وين ما كنا على الارض. المشكله هي انه يكون في خريطه تحت هالنقطه اللي نحن عم نلقطها من الساتلايت، تحت تفرجينا نحن وين، وما تفرجيها على ورقه بيضاء. اوكي. فمن هون في الشركات اللي بتعتني بالخرائط، اللي بتبني خرائط لتتلائم مع نظام الجي بي اس وتركب تحته. صار عندنا خرائط للبنان والمنطقه العربيه ان شاء الله. نحن حكينا اول مره عن خرائط، عن خريطه اللي هي كانت سياحيه. نعم. هلا حنشوف، حبلش حاسال استاذ احمد، خبرنا شويه شو هن الخدمات يلي موجودين هلا او السوليوشنز اللي بتقدمهم الشركه من تاريخ. نحن اول مره حكينا عن المشروع السياحي او السياحه البيئيه، من وقتها لليوم شو عندنا بعد سوليوشنز انضموا لهالمجموعه هيدي؟ أوراين دائما عم نحاول نكون يعني على الكاتينج ايدج اوف تكنولوجي، عم دائما نلاحق شو في شيء جديد برا، وما عم نكون اخر ناس، بالعكس عم نكون اول ناس بنطبقه بلبنان. اليوم عندنا سلسله طويله صار من البرودكتس اند سيرفيسز. في عندنا سوفت وير اسمه ناف فون سيمبيان، اللي هو مصمم ل الهواتف النوكيا اللي بيشتغلوا على سيمبيان 2 سيمبيان 3. اوكي. وقريبا حبلش يشتغل على الموتورولا وعلى السوني اريكسون. في عنا النافون بوكيت بي سي، اللي هو مصمم ليشتغل على البوكيت بي سي ديفايسز مثل الاي ميت والاتش تي سي والدل وكل هدول. في عنا الناف درايف، اللي هي خدمة جديدة بلشنا فيها بلبنان، واللي هي لأول مرة استخدام الأجهزة اللي بتجي بلت إن بالسيارة. صار عنا سوفت وير لها، اللي هي هيدي البلاك بوكس، بتركب بالسيارة وبصير اللي عنده سيستم دافع حقه من أصل حق سيارته صار ممكن يستعمله بلبنان. اوكي. وفي هلا حنفوت هيك بشرح عنهم بعد شوي كم هذا. في عندنا بعدين نظام التراكينج، الباسيف تراكينج، اللي هو أوكي. النظام الوحيد الليجل بلبنان، معنا اذن بتسويقه. نظام بيسمح للشركات تراقب اداء الموظفين تاعولها، او حتى لو واحد بالسيارات. عنده بالسيارات، لو واحد حتى عنده شوفير بالبيت ممكن يحدد شوي من تضيع الوقت. كيف عم تروح؟ خلينا نبلش، حبلش انا بهدول السوفت ويرز الاثنين مع دكتور غسان. عندنا النافون للسيمبيان مثل ما ذكر الاستاذ احمد، والنافون للويندوز موبايل اديشن. اول شيء خلينا بس هيك نشرح شو الفرق بيناتهم، ليش لازم يكون في اثنين سوفت ويرز، وشو في بقلب كل سوفت وير؟ هلا طبعا هو الفرق بيناتهم الاساسي هو الاوبريتنج سيستم اللي بيشتغلوا عليهم.
اوكي. وقت اللي بيكون معنا نحن ويندوز اديشن هو بيكون الاوبريتنج سيستم تبع التليفون ويندوز. اوكي يعني مثل ما ذكر استاذ احمد اي مت وغيره من والاتش تي سي وهالمواضيع هذه، يعني هن البوكيت بي سي اللي في قلبه ويندوز بيجي عليها. النافون سيمبيان اديشن هن اللي بيركبوا على سيمبيان بلاتفورم اللي هي بلاتفورم مختصة بالسيلولر فونز اللي هي بدأت سيمبيان 2 سيمبيان 3 بيركبوا هلا على نوكيا وقريبا حيصيروا على غير براندز تليفونات. هذا الفرق الأساسي من حيث انه الواحد يعمل ابلود للسيستم على تليفونه. هلا من ناحية الفانكشناليتيز بيختلفوا شوي عن بعضهم حسب كل اوبريتنج سيستم شو بيخلينا نعمل فيه. الويندوز لانه الجرافيكس تبعوله اقوى وانه فينا نشتغل على 3 دي بقلبه 3 دي وبقلبه جرافيكس اقوى شوي من تبع السيمبيان. من حيث السيمبيان في بقلبه تول كتير مهمه اللي هي جي بي ار اكس، بحدد على اكس مش اس لانه ما لهم علاقه ببعضهم. جي بي ار اكس تكنولوجي اللي هي ممكن الواحد يحدد موقعه بقرر بحدود ال 100 متر او اقل من دون استعمال الجي بي اس. يعني حتى لو ما معي جي بي اس ممكن انا اذا بضطر بدي اعرف وين في مطعم قريب مني او وين في اوتيل قريب مني او صيدليه بقدر اعرف ضمن 100 متر شو في حولي. طيب هون هلا انا حشوف ديمونستريشن، حنشوف عرض مع استاذ احمد، بس قبل سؤالي، هل السوفت ويرز هدول شو بيتطلبوا ان ترمز اوف هاردوير؟ يعني انا مثل ما ذكرت انت يمكن السيمبيان بيقدر يشتغل بلا ما يكون عنده جي بي اس. نعم. بس الويندوز موبايل بيشتغل بلا ما يكون عنده جي بي اس؟ لا، الويندوز موبايل بده جي بي اس. جي بي اس هاردوير عم جي بي اس يعني هاردوير اللي هو بلوتوث جي بي اس، بيجي قطعه صغيره بتتركب على بتتواصل بالبلوتوث على التليفون. أوكي. ممكن منها ياخذ او اذا التليفونات الجديده اللي فيها جي بي اس ممكن يكون بيشتغل عليها دايركتلي من دون الهاردوير.